عليكم السلام. احنا نشكر تواجدك اليوم ويانا وتلبية نداء سيادة المحافظ. البارحة ناشدنا وأمر بتوجيه سيادتكم وزيارة الروضة ومعرفة شنو المتطلبات مالتها. حدثنا شوية عن متطلبات هذه الروضة السلام. وعليكم السلام. حقيقة واجبنا هذا سيد المحافظ المحترم أثناء زيارته لقضاء الصويرة يوم أمس وجه بزيارة الروضة وتثبيت الاحتياجات المطلوبة من أجل إنجاح عملها بشكل متواصل. وحاليا احنا مع الأخوة بالإشراف وكذلك تم الاتصال بسيد مدير التربية تربية الصويرة ومدير الأبنية المدرسية من أجل أنه ننظم الأمور اللي مطلوبة ونحاول اليوم إن شاء الله أنه توصل خلال ذن اليوم أن توصل سيد المحافظ من أجل معالجتها بأسرع وقت وتلبية احتياجات أبنائنا الطلبة. كذلك دوائرنا اللي موجودة راح تقوم بالأعمال المطلوبة منها. بلدية الصويرة راح تتابع موضوع الحدائق اللي موجودة داخل البناية أو داخل الروضة بشكل عام. إن شاء الله احتياجاتهم تتلبى بشكل مطلوب. السلام مثل ما شفت يعني اعداد الطلاب البراعم كلش هواي ومساحه عندنا متروكه بالروضه، يعني ليش ما نستثمر هذا المساحه ونوسع الروضه بناء صفوف اضافيه وايضا يحتاج لهم قاعه طعام وحدائق. ان شاء الله الاخوان الفنيين المختصين اللي هم قسم الابنيه المدرسيه متوجهين حاليا للحضور الى بنايه الروضه يتابعون إعداد كشف فيما يتعلق بإعداد أو بناء هذه القاعات اللي مطلوبة وتوسعة الروضة بالشكل المطلوب إن شاء الله. شكرا أستاذ سلام. أهلا وسهلا بك. نشكر تواجدك ويانا أستاذنا الدكتور عبد جبر مدير تربية الصويرة. دكتور حدثنا عن الخطة اللي راح تباشرون بها. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. اولا اتوجه بالشكر الجزيل للاخ المحافظ واسط المحترم لهذه الالتفاتة الرائعة اللي التفت بها الى القطاع التربوي. هو مو غريبة عليه، هو يعني دائما متفضل علينا بمثل هذه. اليوم السيد المحافظ قدم لنا انه يقدم تجهيزات إلى روضة أطفال الصويرة ولكل الروضات بالصويرة، إذا وكذلك هو شاف الموضوع أنه أكو أعداد كبيرة من الأطفال الروضة محتاجين إلى توسعة فأمر بتوسعة هذه الروضة. فباسم الكوادر التربوية نقدم شكرنا على السيد المحافظ وله فائق الشكر والتقدير. الله يسلمك. أستاذ حدثنا اليوم عن تواجدكم ويانا وشين الإجراءات اللي راح تأخذونها هنا بالروضة والبناء أو غير البناء. بالتوجيه من السيد المحافظ أنه إحنا إن شاء الله الفريق الهندسي بمديرية تربية الصويرة سيقوم ببناء قاعة وبعض الصفوف الإضافية إلى روضة أطفال الصويرة، إضافة إلى أن السيد المحافظ أمر بتجهيز بعض الكراسي والمستلزمات اللي نحتاجها في هذه الروضة. دكتور احنا وصلتنا مناشده من اغلب المدارس. نعم. يعني دا يفتقرون انه ماكو كتب عندهم ويروح يشترون الكتب وغير الكتب كلها من فعلا اكو نقص حاد في الكتب الدراسيه هذا العام. الوزاره جاده ان شاء الله انه تجد الحلول المناسبه، واحنا الان في طور انه احنا نستلم على شكل وجبات من الوزاره بعض الكتب، ومع هذا احنا جراوس باعداد الكتب المدارس اللي بيها فائض نسوي لها مناقله الى المدارس اللي بيها نقص مال يعني الكتب السنوات السابقه. شكرا. الله يحفظك. شكرا جزيلا. تسلمون. السلام عليكم ست خيريه المشرفه التربويه. ست حدثينا شويه عن متطلبات الروضه والاعداد البراعم، ايش قد اعدادهم وشنو المتطلبات مالتهم؟ عليكم السلام يا امي. شكر وتقديري لاعلام الصويره، وشكر والتقدير للمحافظ، وشكرنا وتقديرنا الى السيد القائم مقام الصويره على حضوره وتواجده مع الملاك اليوم، وشكر والتقدير إلى ملاكاتنا وإلى الإشراف التربوي وإلى مدير العام لتربية واسط. باسمي وباسم كل الكادر أنه أني أنقل هاي المعاناة اللي دنعاني منها وخاصة في الرياض. روضاتنا روضة أطفال الصويرة روضة عريقة وبنائها قديم، والبناء اللي هذا والتندر اللي موجود عندها لا يسع لهاي الأعداد
اللي موجوده الاطفال بيها. ليش؟ السبب انه كثره الاعداد وكثافه سكانيه عندنا في الصويرك، فلذلك اولادهم بهذا المكان. وهاي المؤسسه التربويه اللي يراد لها انه رفع من مستواها بيش بواقعات، بناء قاعات واسعه، بناء صفوف. احنا اطفالنا مكتظين يعني بالصف 76 طفل او 75، او شفت انت وحاضرتك دخلت الى الصفوف انت والسيده القائم مقام وشفت المعاناه اكثر اطفالنا جلوسهم على الارضيه مالت الصف، كراسي ما عندهم. بدت المعلمات في ابتداء الدوام هي تبادر من مصروفها الخاص انه تشتري كراسي تبرع الى الماء، تانكيات هي بدت تتبرع، الوسائل التعليمية هي بدأت تتبرع. فهذا ذب الكاهل على المعلم وعلى الإدارة أصبح كلش ثقيل. إحنا اللي نتمنى أسوة بالمحافظات الباقية والاهتمام في رياض الأطفال، لكون الرياض هو البذرة الأساس، بذرة الأساس. لو كنا ما نرعاها في البداية ما يكون عندنا أساس صحيح. احنا دا نرسل اطفالنا من الروضة الى المدارس الابتدائية بالمستوى اللاق، بالمستوى الجيد، فيكون الطفل معدود اعداد تام من الروضة. فادخل انا الى الرياض مساحات واسعة عندي في الروضات، لكنه بناء ما موجود. فالبناء يراد النقاعات للالعاب داخلية وخاصة في الشتاء، الطفل ما يقدر يطلع خارج الروضة، قاعات العاب داخلية، قاعات اطعام، الجناح للصحيات بحيث الجناح الخاص بالصحيات قديم ومتعب بشكل ما يوصف، وانتم لاحظتوا هذا بعينكم. احنا محتاجين اضافة الى نطلب من السيد المحافظ شمول اطفالنا، واحنا روضاتنا جدا قليلة، شمولهم بوجبة غذاء تغذية بسيطة ولو نكون ما تثقل على التربية ولا على المحافظة. خلي نشمل حالنا من حال المحافظات الباقية انه يكون طفلنا عبارة عن تغذية بسيطة الى من قبل الدولة.